نتواجد حاليا بالرباط وبالضبط بمسجد حسان. جولة اليوم ستكون في هذه المنطقة. تحية للناس ديال الرباط فيما كانوا. وقيلا حلو المسجد ديال حسان. قاش تدفني ولدي؟ لا هي مدينة الرباط. تلاحظون المعلمة التاريخية ديال الرباط. مازال مسدود وغادي نحاولوا نصوروا لكم غير من هنايا. هنايا من هذا الباب مسجد حسان قريب شويه. غادي نحاولوا نمشيو لهذيك الباب عاوتاني، راه قريب احسن من هذه البلاصه.